خلونا نعرف اكتر عن الاكتشاف الجديد ده ومدى فعاليته من دكتور محمد عز العرب، سكرتير عام جمعيه سرطان الكبد المصريه. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الورد يا استاذه سلمى واستاذه دينا والساده المشاهدين وعلى مصرنا الحبيبه يا فندم. صباح الورد على حضرتك. يمكن اللي انا بسمعه ده يعني شيء مفرح وشيء ممكن يدي امل لكتير من الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي. يعني خلينا نقول للاسف ان المرض الخبيث ده بقى موجود بكثرة دلوقتي لأسباب كتيرة يطول شرحها مش هنقولها دلوقتي، ولكن بقى موجود كتير جدا. الاكتشاف الجديد بقى لعلاج الأمراض السرطان اللي احنا بنتكلم عنها ده، ايه مدى فعاليته؟ 70% من الرقم اللي احنا بنتكلم عليه ده رقم كبير جدا، فهل العلاج ده موجود دلوقتي على أرض الواقع فعال فعلا ولا لا؟ طيب خليني أقول بس في البداية إن زي ما ذكر في التقرير ان هو في المرحله الثالثه، يعني هو لسه في التجارب الكلينيكيه. كويس. يعني عندنا المراحل، اي مرحله علاجيه بتمر في مرحله ما قبل الانسان، على سواء بقى على تجارب الحيوانات او الكدي او المختبر او التجارب الكلينيكيه على الانسان، ودي بالثلاث مراحل اساسيه. هم في احنا في انهي مرحله يا دكتور اللي هي التجارب على ايه دلوقتي؟ الثالثه. بتكون على ايه؟ على الانسان خلاص. زي ما قلنا 700 حاله. اوكي. على الانسان، واللي هم مرضى فعليين. وبيتم يعني هو المفروض بيتعمل حاجه اسمها مقارنه مع العلاج اللي هو الوهمي، يعني بيدي مجموعه العلاج اللي هم بيختبروه ومجموعه ثانيه اللي هي المقارنه بيدوه علاج بيسموه الغبي او الوهمي او بلاسيبو، وده على اساس يشوفوا النتائج بعد فتره معينه من ايه؟ من العلاج. الشيء الجميل في الدراسه دي او الشخص ده او الانسان اللي احنا بنقول ان هو سوري بنفتخر بكده، ان هم نشروا المرحله الثانيه في مجلات علميه، وهم ماشيين بطريق علمي سليم. يعني مش عايز اقول ان هم طريق اللي هم بيعملوا يعني اخبار بتدي امل، ولكن على ارض الواقع يعني احنا الطب معتمد على الدليل العلمي. الدليل العلمي بالنسبه لنا احنا اللي هي التجارب الكلينيكيه اللي بيتم اعتمادها، ومن ثم بيقدم الحاجات دي كلها بعد التجارب الكلينيكيه الثلاثه الرئيسيه بيتم للجهات المنوط بيها زي الاف دي اي اللي هي منظمه الاغذيه والدواء الامريكيه او الايما الاوروبيه. لو اعتمدوه بيتم فعلا التصريح لدول العالم كله بانتاج او لشركه معينه اللي هي، وهو الراجل بيطالب دلوقتي ان شركه عالميه تتولى هذا البحث لانه هيتكلف كتير جدا. لما اجي انزله هيتكلف كتير جدا. طيب حضرتك، هو ايه الفرق بين الطريقه الجديده في العلاج والعلاج الكيماوي المتعارف عليه؟ اشكر حضرتك، دي نقطه مهمه جدا. العلاج الجديد ده بيعتمد على تسموه قنبله السكر. ليه؟ لان لقينا ان الخلايا السرطانيه معدل الايض او التمثيل الغذائي فيها عالي جدا عن الخلايا الطبيعيه. فالايض ده او التمثيل الغذائي بيستهلك السكر، فعشان كده بيستخدم العلاج اللي هو بيستخدمه اسمه الكفر. والكفر ده فعلا فيه تجارب كلينيكيه حتى في الغرب عليه ان هو كضد سرطان وضد التهاب. فبيخلط الكفر ده مع السكر على اساس بيحقنه بيه ومع مواد اخرى على اساس ان هو بتوصل للخلايا السرطانيه فيقوم يستقطبها، ومن ثم يبدا العلاج بالنسبه للكفر والعلاجات الاخرى الموجوده فيه ضد السرطان. فبيعمل كذا حاجه، ان هو ضد سرطان وفي نفس الوقت بيحفز جهاز المناعه اللي هي الخلايا التائيه، خلايا ت يعني، انها هي بتقاوم الايه؟ السرطان. هو العلاج ده من الناحيه العلميه او الاسس العلميه ده ناحيه ماشيين بيها. يمكن خلينا نقول ان العلاج المناعي اللي احنا بنستخدمه حاليا في انواع كثيره من السرطانات بيعتمد على اعاده عمل الخلايا المناعيه اللي هي الخلايا التائيه.